بنصبح على حضراتكم مرة تانية. دلوقتي جه ميعادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شرقية، مائل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بالليل الجو هيكون معتدل على كافة الأنحاء، وفي النهاردة نشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية هيكون مثير رمال والأتربة على المناطق المكشوفة. كمان في فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الطقس. معنا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أخبار طقس النهاردة إيه يا فندم، خصوصا أن في تراجع لثلاث درجات في القاهرة الكبرى عن إمبارح؟ بالفعل، يمكن احنا امس شهدنا ذروه الارتفاع في درجات الحراره، وصلت العظمى على القاهره الكبرى 36 درجه مئويه خلال فتره النهار، وده بفعل الكتل الهوائيه الصحراويه اللي كانت بتاثر علينا بشكل كبير امس. لكن اليوم الكتل الهوائيه هتكون اقل حراره من امس، لكن برضه مستمر معانا ارتفاع درجات الحراره، لكن تاثير ارتفاع درجات الحراره هيكون اقل من امس، لان اليوم العظمى على القاهره الكبرى متوقع ان هي تكون ما بين 32 الى 33 درجه مئويه خلال فتره النهار. فبالتالي احنا خلال فترات النهار هنحس بالاجواء الحاره على القاهره الكبرى والوجه البحري وايضا محافظات السواحل الشماليه الشرقيه وسيناء، واجواء شديده الحراره على محافظات جنوب الصعيد وشمال الصعيد ايضا، لان العظمى على المحافظات الجنوبيه الموجوده في الاقصر واسوان. المناطق دي العظمى هتسجل 42 درجه مئويه خلال فتره النهار، يمكن هي اكثر تاثرا بارتفاع درجات الحراره. خلال فترات الليل بدات درجات الحراره تعتدل عن الايام الماضيه، وبدات ترتفع درجات الحراره خلال فتره الليل. بدانا نسجل درجات حراره ما بين 22 ل 23 درجه مئويه صغرى على القاهره الكبرى، ويمكن كمان المناطق الشماليه ايضا. فبالتالي اجواء فتره الليل هتكون اجواء معتدله على اغلب انحاء الجمهوريه، بالاضافه كمان ان اليوم طبعا في فرص لسقوط الامطار على بعض المناطق من السواحل الشماليه الغربيه للبلاد، بعض المناطق من شمال وجنوب الصعيد، وايضا بعض المناطق من سيناء، لكن هي فرص امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. يمكن احنا كمان بالامس مع فترات المساء شفنا النشاط الكبير للرياح اللي كان موجود واللي كان معاه اتربه ورمال مثاره، استمر معانا حتى مستمر لحد بالليل. بالفعل استمر كمان معانا حتى الساعات الاولى من الصباح على بعض الاماكن. تدريجيا ان شاء الله مع تقدم ساعات النهار هتبدا الاتربه تتلاشى من على اغلب محافظات الجمهوريه، تبدا الرؤيه تتحسن، ويبقى ان شاء الله الاجواء صافيه في اغلب المحافظات. ان شاء الله متوقع على مدار هذا الاسبوع كله ان يستمر معانا ارتفاع درجات الحراره، لكن طبعا هيكون اقل من اللي حسينا بيه امبارح. متوسط درجات الحراره على القاهره الكبرى على مدار هذا الاسبوع ان شاء الله تكون ما بين 32 33 درجه مئويه. الاتربه والرمال المثاره ان شاء الله مش هتبقى موجوده معانا كمان غدا وبعد غدا، يمكن حتى نهايه الاسبوع مش هيكون في اتربه ورمال مثاره. لكن احساسنا بدرجات الحراره فتره النهار خلاص بقى درجات حراره مرتفعه فتره النهار بالظبط، اجواء اشبه بالاجواء الصيفيه. عشان كده احنا بنقول لكل الساده المشاهدين مهم جدا نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس فتره الظهيره تحديدا، لان الفتره دي اللي بنسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار اليوم كله. مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه مهم جدا ان احنا واحنا خارجين نرتدي الكمامات، ومهم كمان متابعه النشره الجويه لان الاتربه والرمال المثاره دي الفتره اللي تنشط فيها الاتربه والرمال المثاره. ففي بعض الايام ما بيكونش فيها اتربه ورمال مثاره، لكن بعض الايام الاخرى هيكون فيها اتربه ورمال مثاره. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المتابعة اليومية معانا طبعا في برنامج صباح الخير يا مصر، دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا ليكي. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبدأها من القاهرة والعظمى 32، الصغرى 21، العاصمة الإدارية 32 20، الإسكندرية 25 18، العالمين الجديدة 25 18، مطروح 24 19، دمياط 29 19، بورسعيد 30 20، إسماعيلية 33 20، السويس 32 21، العريش 31 18، كاترين 30 11، طابة 32 20، حلايب 30 24، شلاتين 31 23، شرم الشيخ 36 23، الغردقة 35 23، الفيوم 35 22، بني سويف 35 22، الوادي الجديد
39-23، أسيوط 36-23، سوهاج 38-23، قنا 40-24، الأقصر 41-23، وأخيرا أسوان 42-25. نخلي بالنا النهاردة أن في ارتفاع لسه في درجات الحرارة، لكن كمان في بعض الأجواء الخاصة بالأتربة، لكن من بكرة ومن بعده إن شاء الله مش هيكون في تراب علشان مرضى الجيوب الأنفية ما يعانوش زي ما عانينا امبارح والنهاردة. هرجع مرة تانية لشاذلي وجمانة علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. بنشكرك يا دينا. شكرا لك.